احنا توا في الايام الاخرى نتاع شهر رمضان المبارك قادمين على عيد، ثم اقبال كبير من طرف المواطنين على اللبسه، على عيد الصغار، على الحلو، على كذلك. لكن اليوم نلاحظ انه ثم اقبال كبير من البنات ونساء على المكياج، وتجي نشوفوا بوتيك هكا معبي. باش نفسروا هذا؟ نعرفش. انت كبنيه جون معناها تقبل على المكياج برشا؟ انا ليها حاجه سامبل وكاو اكتريفي ناتوريل. ما احلاك في الناتوريل بالحق، خاطر باه. لكن نشوفوا بوتيك معبي برشا برشا، بمجرد قالوا فما بروموسيون ثم اقبال كبير. شنو هو يعني عباد تشري مكياج راهو غالي شويه، اش معناها؟ معناها البنات يقبلوا برشا على المواد هذه ونساء؟ والله فما اللي يقبل برشا فما اللي لا، كل واحد وكيفاش معناه، فهمتني؟ هكا هو. بنيه في الايام العاديه ابار رمضان قداش تصرف على روحها مكياج ابري؟ ايه هكا قتلك. معرفش لطارت 50 هكاك 60 50 60 والطفلة معناها فهمتني؟ 50 60 هذا لو مكياج سامبل نتاع فون دو تان نتاع فراجو روج ليفر ماسكارا وجو هذاك هكاك. يعني يعني تقريبا فما اللي يفوت العدد المونتون هذايا يوصل حتى بال 100 بال 200 معناها فهمتني؟ انت برشا معناتها عاجي يرضاها معناتها يصرف على روحه في المكياج خير ما يصرف على حاجه اخرى، فهمتني؟ ساعات تلقى بنيه محلاها في وجهها تبارك الله عليها زينها ناتوريل وجهها صافي، لكن مع هذايا تحط مكياج. اي هو ما يعرفوش اني من المكياج معناتها يا سيدي. نعرفش فما عباد مثلا تبدا وجهها ناتوريل والكل، كي تعمل فان ولا حاجه وجهها يتعبى بالحبوب يولي معناتها عندي حكايه فارغه، فهمتني؟ المكياج الون تيرم عنده جوانب سلبيه؟ نجم يكون نجم يكون بي. ثم اللي تقلب منظرها جمله حشاك حواجبها تتنحى وتتبدل وتنفخ وتفش وحصير وجو هذاك، انت معاه او ضد هذا؟ لا انا ضد، على خاطر تهو ربي يعطاك زين وعين ومعناتها خلقك مش ناقصه حتى شيء معناه، معناتها حكايه فارغه خلي عاد زين ربي وكها، وعلاش بوتوكس وتقلب وشوافر وشعر وتنحي حاجب وتركب حاجب علاش؟ انت قلت لي اليوم ماكش عامله مكياج بارك الله عليك، في العيد باش عامل شويه باس؟ لا بون انا ها المكياج مش من المكياج، اما شنو الفان ما نعملهاش معناتها حاجه قليله، ماسكارا لثلاثه فرجو حمير كها مش. الاولياء اليوم موافقين ان بناتهم الاج دو 15 و 14 و 16 يماكيجوا ويخرجوا؟ والله فما الزر يعمل في الصبغه، فما اللي ما نعرفش يصبغ، فما معناتها عادي كل ام وكيفاش فهمتني، فما اللي تقبل بنتها كيكا فما اللي لا. كحله مره اخرى عسلام. مرحبا مرحبا. شنو امورك؟ الحمد لله الحمد لله. باهي كحله نشوفوا غاديك بوتيك وبنات ونساء بالصف سيرتو لي جون، باهي لي جون فيه بمجرد كي تقولهم بروموسيون ربي يعينهم. اقبال البنات اليوم على المكياج في الايام الاخرى من رمضان باش نفسروا؟ بالتفاهات باش نفسروا، ما عندها ما توري راهو كان خليقتها، المخ هذا سر على خاطرها كان خليقتها نتزين فماش ما تطيحش بواحد لبس عليه واحد، الهدف بتاعها هكاك انت ما حكينا فيه الموضوع بتاع التونسيه ولا ما راحي ما ربك. طيب باش نحسبوها مذوما مقياس 4000 هذاك هو مرأة خلقك ربي كذا شركة الرجل و و و في قلم حمير تزيني به في وجهك، انت مش راضية بخليقتها ولا بالحق. توا رويت كيفي انا ساعات نقف في مخ نقول علاش مثلا المرأة ما عجبتهاش ولا ما تغسلليش، يا ولدي هي في حد ذاتها الخليقة اللي خلقها لها ربي ما عجبتهاش، انت هي فمن يكتشفها تنفخ في شفتها بوتوكس فرفوكس، يا ودي ولت مذرحة المرأة بالحق، ولت عبارة دمية بلاستيك، هذا كله عليه زعما باش يحترمها الرجل أكثر؟ لا هي مخها تافه هكاك زايد، ولا كتسوكي للصباح تسعود ماهوش مكياج ولا تعريت الذنود تسعود. أنت ما تعملش بوتوكس مكياج كحلة؟ هذا منظر بتاع بوتوكس هاجيك عليها شبيك خليقة ربي ما شاء الله. يا ولدي أنا الحمد لله مميز ما دام خلقني ربي هكا مميز، الحمد لله مميز أنا هكا مميز. كونفة كبيرة على البوتيك وبرشا بوتيكات أخرين ويقولوا كورونا، يا أخي العباد ما عادش خايفة ولا شنية؟ لا لا مش العباد، ما عقليتنا احنا فالسو، الكورونا في المساجد الكورونا، كل واحد أما ماهاش هنا الكورونا، ريت بابا ما فماش كورونا في المكياج وفي الهم وكذا، يا ودي عقليتنا تافهة والله عقليتنا تافهة. راهو اسمع وسامحني زاد راهو في المرأة راهو فما نساء باهين راهو
ما نشوف المش المرأة الأغلبية صحيح فما عقليتها التافهة ولكن فما نساء راهو كايد التونسية راهو موجود منها راهو بربي سامحني فما واحد فهمتني معرس مخو مرأة ومعدي معها مدة يودك المرأة كل ما تجي تمد له ماكلته تقول له شقولك في الماكلة يا عزيزي كلها لا ماكلت أمي خير يا راجل شقولك في لبستك ديما منظيفة وكذا كذا كلها لا غسيل أمي خير قضية الدار كل شيء عند أمي خير لا وكل المرأة هذيك بتاعو المشكلة في كونها تتبسم هكا وتضحك وتمشي على روحها. نهار عند أمك العزوزة ماتت الرجل فد دخل في حيط كذا مرت وقفت معاه وصبر ومنى ونساء. قال لها يا مرأة نهار سامحيني راني ديما وين تعملي لي حاجة باهية نقول لك بتاع أمي خير أمي خير. قال لها سامحيني راه مش من قلبي. قالت له بالعكس كل قال لك أنا متغشى والله قالت له نفرحك تقول لي أمي خير. قال لها علاش؟ قالت له راجل كيفك أنت بار بأمه نهار آخر ولادي أنا باش يبروني كيما أمك. هاش قلت لك شوف شوف النساء راهو عنده فما نساء راهو عندهم الحكمه راهو مش التافهين هذوما سامحني اوكي عملتي زينتي بوتوكس خليقتك فشيتي فلوس تضربي فيها بالفاضي والله اللي ساعدها مكبوب مكبوب مش كي تعملي بوتوكس انا يعني اعطيكم من الاخ اتقوا الله وفيق على وضعك وكذا ونح علينا من العقليات هذه ولا بالرسمي وارضي باللي خلقه لك ربي وباللي اعطاه لك ربي هي مش بدلت تخليقتها هو رجلها مصلح وصالح ولا باس عليه تبدل فيه علاش تبدلي فيه زعما اللي جاي خير منه كيف كيف عقليتها كيك تحب التغيير وتحب منه وتحب منه ويتشطح زامباليتا عشيك يحبوا المكياج البنات يحبوا يزينوا رواحهم والفازات هذيك في بالهم مزين بالمكياج يدي يرحموا لارانا بسيب عليكم بلا مكياج وحكاية فارغة ذي يا ودي مكياج وتحني تسيب عليك يدي زين زين ربي يدي كمام شوية مكياج فين ويتعدى 300 رقبة سالمكياج مكياج 300 مليون ماشية في المكياج الرجل تهرى مسكين فلوس مكياج ماكلة ذيك هاي ولا احتلونا سيك الكونفة الكبيرة هذيك واحنا اليوم نعانيه في مرض كبير وفي فيروس كبير اللي هو الكورونا والموجات تتوالى يعني اسكو نحنا ما عادش نخافوا من الكورونا وإلا العباد ولات مستهترة وإلا تسيب من إجراءات الدولة هذي الشعب ما يخافش ربي هذي كورونا خلت مرض الكل شاء الله يموتوا الكل هذي طيفيقوا اوكي شوي ولا كورونا لا شيء ما يفهموهاش ما شعب غير متقي بالله مؤمن هذي ما يفهموهاش انت تقرا انا لا كنت تقرا في الليسي اي كنت نقرا البنات اللي كانوا معاك في الليسي على اج دو 14 و 15 ما كيجوا الا لا تيي باز مكياج وحزقتها وكي كل واحدة كيفيها شريت كيفيها واو في بالها كي تمكيج وتعملهم الكل راني انجلينا تدي زين زين ربي هذي جيتي عفشة ما تزيدش تعفشي روح هذيك هاي انت نهار اخر كينوب عليك ربي وتعرس مرتك تحب تمشي للحجامة باش تعمل مكياج ولا تمكيج في الدار باش تقولها ليه مانيش معرس امبوسيبل ليه سي بوسيبل ولا عرس حكاية فارغ انا فلوس زيد عد قوي بهم روحي انا لوز و انا عرس زمر بيه انا العرس صاحبي شبيه كلو رب جي نهار وتعرس صاحبي ان شاء الله ان شاء الله في راسك خويا ربي انا صيي باللي فات فوات مرة شي هيك هاو عندك خوات بنات والله عندي اختي صغيرة ثلاثة عامية عامين مازالت صغيرة باي لو كان جات عندك اختك اكبر منك والا اقل منك معناها ما نقولوا احنا تفوتك بعامين ولا اقل منك بعامين وتراها تمكيج كيفاش تصرف معاه مكياج يا ودي شنية مكياج هذايا دي بابا جايب راجل يا صاحبي اش بيك البنايه كمام تعمل حاجه شخصيه هي تمكيج هما حدود كان في الدار تمكيج